اهلا سي ابراهيم وبيتش، على سلامتك الهروب. الله يسلمك سي لابريغاد، وليت من السبيطار لعندك، من عندك للسبيطار. وعلاه انت تصلح لشي بلاصه من غير هادو؟ غاب شويه عليا سي لابريغاد، يكفيني هاد المرض والرعب اللي راني عايشه مؤخرا. مازال جاي الرعب الحقيقي، غير صبر. الله اكبر، راني مخلوعة سي لابريغاد. اقول لي بعدا سي المتحور، كيفاش هاد الزوير كامل اللي درت؟ جينا قالوا لنا جات هاد الجمعيه من الرباط، الله يجازيهم بخير. حنا كيدوزوا الناس هنا اللي مريض، عطاو الدواء، عطاو الله يجازيهم بخير، الله ينصر الملك. ايوا الله يجازيهم بخير، ما قصروش. علاش بغيت ندوز؟ لا كيضروني الكلاوي، كيضروني اللي قالوا لي كان دوز وكيكون فيا الحريق، قالوا لي الكلاوي مرض ديال المنتوج السمكي. كلشي كيعرف بان المنتوج ديال الصيد التقليدي هو واحد المنتوج اللي يمكننا نعتبروه سفير ديال المغرب، لان 70% ديال هذا المنتوج كله كيمشي للتصدير. كاين واحد النوع كذلك ديال المنتوج اللي هو الاخطبوط اللي كيمشي للمعامل ديال التصنيع. اذا الصيد التقليدي عنده واحد المساهمه مباشره سوسيو اقتصاديه. اذا كما قلت، اذا هذه المساهمه الماديه من طرف وزاره ديال الصيد البحري جات يعني في الوقت ديالها. السعد ورفقاؤه منحوا شواهد تحفيزية داخل مقاهي طنجة وفي أشهر ساحات المدينة، في مسعى منهم لتوعية المارة ومرتادي وعمال المقاهي بأضرار التدخين، وهي مناسبة أيضا لتحفيز البعض عن الإقلاع عن هذه الآفة، آفة تقضي على ما يناهز 8 ملايين شخص في العالم سنويا. عدد الأطباء ونوصلوا للهدف التكوين اللي هو 3300 طبيب في السنة. أغلبية الأطباء كيعيشوا وضعية معقدة وكيخدموا في ظروف صعبة. طبيب كيبدأ بمدخول شهري ديال 8000 درهم وكيقوم بعمل شاق وكيسهر على لاكارد دو إلى سخانت، وخاصو يتجازى على هذا العمل. بغينا كذلك نوضعوا سعودي، نتوجه بالشكر الجزيل والتقدير والاحترام والعرفان بالجميل للشعب المغربي ولجلالة الملك ومجلس النواب والحكومة المغربية على الدعم المستمر والخالص للشعب الليبي في محنته التي كان يمر بها في الفترة الماضية. أما فيما يتعلق بالمناصب السيادية، تم الاتفاق. اولا جلاله الملك الله ينصرو اعطى تعليماته نعم يعني بشان ان القاصرين اللي هما في الدول الاوروبيه يدخلوا المغرب. هذه مبادره كتاكد على ان يعني توجهات الملكيه دائما والتوجيهات الملكيه الساميه دائما في اتجاه حمايه الطفوله المغربيه وحمايه حقوقها والنهوض بها. وهذا الاختيار هذا وهذا القرار كيعزز هذا المسار اللي كنعتبروه مسار مهم جدا. اليوم القاصرين حنا كنعرفوا ان هذا مشكل قديم وفيه مباحثات ما بين القطاعات الحكوميه المعنيه بشكل المباشر، ولكن من وجهة نظر عقبة بن نافع بحديقة الجامعة العربية بشارع مولاي يوسف في الدار البيضاء، مرورا بشارع ولاد زيان وساحة نصر أيضا وسط المدينة، وكيضم 19 محطة. عموما الأشغال دخلت المرحلة الثانية ابتداء من شهر فبراير الماضي. هذه المرحلة الثانية كتخص بإنجاز البنية التحتية ووضع السكك الحديدية للترامواي، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى واللي كانت كتخص تحرير المسار وإنجاز تحويل شبكات الصرف والماء والكهرباء والهاتف. لون دو ديفلوبمون فولو بار سان ماجيستي لو روا محمد سيس كو ديو لاسيست. دونك الجروب التجاري وفا بنك لا مي على ديسبوزيسيون دو سونتر ريجيونال دانفيستيسمون فيا سيت كونفونسيون son expertise et aussi bien que ses compétences pour pouvoir soutenir et aider les entreprises de la région à réaliser leurs projets. Donc ce soutien, il s'articule autour de deux axes. Donc un soutien non financier dans l'accompagnement, dans le conseil et aussi dans des réunions des B2B. مجموعة القرض الفلاحي اليوم معبأة في إطار برنامج الجيل الأخضر اللي كيوضع في صلب الاهتمامات ديالو والأولويات ديالو العنصر البشري.
وكنسعاو مع الشركاء ديالنا في هذا البرنامج الى حالنا سنطالبه على العدل والتامي. لا لا حتى المجتمعي مسائل لا اصلا عندك يوم دفع الجمهوريه. وادي للابداع اللي كتنظمه جمعيه روافد للمسرح الاحترافي بدعم من المديريه الجهويه للثقافه بجهه الدخل والذهب. هذه النسخة الثالثة كيف نعرفوا جات في ظروف خاصة اللي كيعيشها العالم كامل اللي هي يعني الوباء المتفشي ديال كورونا. À la jeunesse démunie, la possibilité d'une pratique sportive presque gratuite. Ça se passe très bien parce que voilà, on voit que donc de plus en plus les gens viennent pratiquer des sports et ça c'est une bonne idée quoi, surtout au niveau des filles. Parce qu'à chaque fois qu'on termine une séance, il y a certaines personnes qui viennent pour adhérer quoi. Chaque jour, il y a un nombre d'adhérés important. C'est mensuel, c'est 3 000 francs. Le sommet d'Accra qui s'est tenu le week-end dernier, en tout cas, a vu la situation du Mali, des instances de la CEDEAO. En réalité, tous les Maliens s'attendaient à ça. Mais c'est que les Maliens redoutaient de plus les sanctions économiques ou financières. Donc nous pouvons dire qu'en tout cas c'est une situation en tout cas de moindre mal. Parmi les sanctions en tout cas qui touchent généralement un régime, un État ou bien les populations, généralement c'est les sanctions économiques ou financières. Nous nous en réjouir avec ce qui s'est passé, parce qu'une suspension reste une suspension. Et quelles qu'en soient les retombées de ce sommet, nous pensons qu'aujourd'hui à Accra, les pays de la CEDEAO ont compris que le Mali a besoin d'un accompagnement, d'un élan collectif. Et cela avec l'ensemble du peuple malien également. Parce qu'ils ont compris que ce qui s'est passé...